الزهايمر مرض يصيب الدماغ ويعد أكثر أنواع الخرف شيوعاً. أبرز أعراضه ضعف الذاكرة وقلة التركيز وتغيرات في السلوك. لاندي الزهايمر قرية في جنوب غربي فرنسا. سبب تسميتها هو أن جميع سكانها البالغ عددهم 120 شخصاً يعانون خرف الشيخوخة. يعيش معهم فريق متخصص بالرعاية الصحية وبعض المتطوعين. القرية أنشئت عام 2020 برعاية الحكومة الفرنسية، وتغطي تكاليفها دائرة الإقليم التابعة للحكومة التي دفعت 22 مليون دولار تكاليف الإنشاء، إضافة إلى مساهمات أهالي المرضى. القائمون على القرية ابتكروا طرقاً لمساعدة أهل القرية في التغلب على مرضهم، ومنها تخصيص متجر لبيع خبز الباغيت مجاناً لتنتفي حاجة السكان لتذكر حمل النقود. كما خصص المشرفون مطعماً يجتمع فيه المرضى وأماكن للتنزه. القرية تخضع لمراقبة دقيقة بسبب تدهور القدرة المعرفية للمرضى، لكن أهالي المرضى يشعرون بالاطمئنان نتيجة الرعاية التي يتلقاها أقرباؤهم. قرية لاندي الزهايمر تؤمن لمرضاها حياة حقيقية، فهل باتت نموذجاً يمكن تعميمه على باقي الدول؟